الله يرحمه أحمد، وبإذن الله نلقى في الجنة بإذن الله. زلت على الولد عاصي أبوه يعني حتى لو ما بجزلت على الرجال وقف جنب أبوه، وقف عادي ولا تفلت أبوك، ولا تفلت أبوك. قال لي شي بل رسالة للعصاة يا أحمد، سألك بالله رسالة من قلب. شوف اللي عاد أبوه عايش هذا يعني إيش أقول، يطيعه، يحاول يطيعه، لأنه والله العظيم إذا مات أو حصل له حاجة ما ينفعش الندم، بيندم وما ينفعش الندم، ما ينفعش الندم، بيخسر حاجات كثيرة. يا الله والله أتمنى أنا إذا قد أبي مات الله يرحمه قبل 6 أو 7 سنين الله أتمنى يرجع ولو يوم. والله أنا شعري يا أحمد وقف أقسم بالله، ونصيحتك هذه بإذن الله تكون وصلت لقلوب المتابعين والمشاهدين وكل الناس، لأنها خرجت من قلب محب أحمد، وأنت إنسان والله نحن نحب، إحنا والفين يعني أحمد بيزرع ابتسامة في قلوب الناس، فإحنا اليوم آسفين بكيناك أحمد، والله العظيم نحن آسفين جدا ونحبك يا أحمد. الحمد لله نطلع مقلب. الحمد لله الحمد لله انه طلع مقلب. احمد الجيشي ربنا يسعدك ويحفظك ان شاء الله. الله يسعدك، الله يحفظك وموفق ان شاء الله بالبرنامج هذا. انا افدال قلبك احمد، الله يحفظك ويسعدك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، مع احلى احمد جيشي في العالم وصلنا الى نهايه وختام حلقه اليوم، ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم ونالت استحسانكم، وباذن الله نفس الزمان ونفس المكان كل يوم ضيف مختلف او ضيفه، وفي نفس الوقت معنا مقلب مختلف وتجربه انسانيه ورساله ان شاء الله توصلكم من خلال نجومنا اللي نستضيفهم. اللهم السلام عليكم أحمد، حياتي، شهر مبارك في أمان، شهر مبارك عليكم.